البخاين يجي يتفرج علي. النهاردة أخون في واحد خني بدل المرة مي. مظلوم وهاب حقي بإيديا، وزي ما هو بعفية حبيع وارضه الجراح وفوقهم جرح دي. هضل حبه من جوه وهجرح واخدع بقوة. انا المرة دي مستبيع، مش انا اللي ابتديته. علت في ناس ملغاش اساس تطلع عليه. ما هي لما تبقى البذرة خير هتطرحي. هي بقت كده اخرتها كده. هي بقت كده اخرتها كده. تدوس على اللي شايل حملكم. هو انتوا ايه مش مكسوفين من نفسكم؟ سقيتوا ليه العذاب، بعتوا برقص التراب. اهو جه وقت الحساب، هتردوا تقولوا ايه؟ ده العمر معاكوا راح، ما شبعتوش من الجراح. طب فين احساسكوا راح؟ ما تردوا سكتوا ليه؟ هي بقت كده اخرتها كده. هي بقت كده اخرتها كده. مشكليكم منكم، انا قلبي عاش طول عمره صايم حبكم. علت في ناس ملغاش اساس تطلع عليه. ما هي لما تبقى البذرة خيرة تطرحي. ده شغل وسخ ومتعصنا دالة، وريحة النوح فايحة منه هو وابنه. السوق اليومين دول ابوابه مفتحة وشبابيكه مفندقة، انما يمكن مفيش يمكن يا ابن ام خميس. النوح وابنه صوابعهم بتلغوص جوه بطن السوق، عايزين يزحوك من على العرش اللي مستنيك. على فكرة العمروتي مغير عشان حدوته ترمانة واتجوزة الشوم. الله، مفيش حاجة تستخبى خالص. بقول لك ايه، اعمل قفلة، انا مش فايقلك الليلة. طب ما لو عارف بميعاد بكرة هيقير اكتر. وايه اللي هيعرفه؟ هم برضو اللي يقولوله، ما هم ناس وبرضك. لو عايزين يبلغوه كانوا بعتولك عن طريقه. دول ناس ملهمش ناس، لهم مصلحتهم وبس، ولازم مصلحتهم تبقى معاك. علي الطلاق بالتلاتة. أنا على كل اللي بعيد فيه ده، وما خدتش منك إلا القليل يا أم خميس. بس واخد من خالك الكتير، خصوصا في غرزة النسوان يا ابن أم خميس. طب سابني سابني سابني، قولي إيه رأيك في أول أطفى من المزاج الأصلي. يا السلام، شغل زمان. ايوه. وهتسميها ايه؟ من طلب العلا، عشان العيل من هنا ياخد النفسين يخش على الامتحان ياكل ورقه الامتحان اكل. عليا النعمه، انا لو من الحكومه لازم تبقى وزير تربيه وتعليم. ياما مستعجله ياما انت على طول. ما بدري ياما بدري، مش في المرحله دي، على الاقل دي فتره انتقاليه. يا اخويا انت اللي كسلان برضو. يتوب علينا ربنا. تعالي بس، تعالي تعالي.
احكي بس يا منى بقى، كفايه اللي شربته وانا مش شايفه قدامي. يا بنت الصنف لسه نازل السوق، انما ايه حكايه؟ خدي ده ب 200 جنيه خليه معاكي، وتعالي شدي بقى معايا من ده. صنف ايه بس ده؟ انا نفخي ورم. بصي كيس ليه 7 صنايع. يا سلام، ده بقى اللي يخلي ايه كلام الكتب يلزق لنافوخك وعينيكي تفنجل، ومهما شربتي ولا يبان عليكي ولا حد يشك فيكي، ده غير مزاج الروف. كل ده تقلق على اللي هيفصلنا ده. ده اسمه من طلب العلا صباح الفل. لا لا انا تمام، مش طالبه معايا العلا بتاعك ده. يا بنت انجزي قبل ما حد يطب علينا. شدي. هو ده بقى اللي ايه بالمناخير على النافوخ دغري. قلتي اسمه ايه؟ مش قادره يا بيسا، مش قادره يا اختي، حاسه ان جسمي كله مكسر كاني واكله علقه مش كنت بره. ما قلتلك يا حبيبتي انت مش حمل راس دلوقتي، بلاش عشانك عشان اللي في بطنك. ايه ده؟ مين اللي جاي دلوقتي؟ روحي شوفي مين، واوعي تدخلي لي حتى، انا مش ناقص. ربك يستر. قبل رمانة واحدة عايزاكي برا. واحدة مين دي؟ معرفهاش. ازيك يا رمانة؟ انتي؟ يا حفتك السودا يا ام سامية، اتقرع عليكي يا ام سامية انتي ونسوانك. ايه الحكومة طبت؟ اطير انا. تعالى اطير فينا يا ام انتخ وسايبني. وايه اللي حصل؟ نسيبه صودا وقعت على دماغي. 4 بنات كنت بعتهم دليفري يا اخويا ومعاهم السلطات، رجعت لي السلطات والبنات ما رجعوش. ايه كلوهم؟ لا قفشوهم، بس الطمع الكبرى بقى والمصيبه الكبرى ان بت فيهم متهمينها بقتل زبون. الزبون قتل اكل؟ والله والله ما صدقت نفسي لما جنابك بعتيني ونولتيني الشرف اني اخد البركه من ايدك يا حاجه. روح انت يا مطني. حاضر. استنى، روح قول لشرابيه تعمل فنجان قهوه سكر زياده للنايب بتاعنا، مش انت برضو بتحبها زياده؟ كل اللي يجي منك بزياده يا حاجه. روح انت يا مطني. امور يا حاجه. اقعد يا بجاش. خدامك يا حاجه. بلغني انك بقيت متصيط على الاخر وقعدت على الكرسي وبقيت من كبارات البلد. والله كله بانفاس افندينا يا حاج. وبرضه مهما كبرنا ما ننساش اصلنا. مظبوط يا حاج. وانا بقى طمعانه في اصلك يا بجاش. اصلي وفصلي رهن امرك يا حاج. يعني لو قصدتك في خدمه تعملها لي؟ رقبتي يا حاج. لا مش عايزه رقبتك انت، انا عايزه رقبه تانيه. رقبه مين يا حاج؟ هو ده الكلام المظبوط صحيح، ما يجيبها الا. لكن تفتكر ان ضاويه ممكن تبلع طعم زي ده؟ تفتكر انت لو ما كانتش ضاويه بلعته كانت هتسيب شقه، قصدي الست شقق، تروح على رجليها. ايوه قول كده بقى، انت كنت راميني طعم كبش في ده. نجحت خير وبركه، فشلت يلا هي في 60 داهيه وخدت الشر وراحت. اخص عليك يا نور، قصدي يا معلم. ده انا ينقطع لساني قبل ما ينطقها، واحنا برضو نقدر نستغنى. انا بس نفسي المعلم ابو سنه يقدر الدماغ اللي احنا بعتناه. يعني ابويا يعني يقصد يقول ان هو كان متاكد من امكانياتك يا ست شو، عشان عارف مؤهلاتك صح يعني، وعارف انك هتنجح في العمليه دي. من الاخر ممكن اعرف بقى يا معلم انت ناوي على ايه بالظبط؟ تحط ايدك في ايد افندينا وجيب لنا المستخبي. هنعيده تاني يا معلم نوح. اصبر يا ابو سن، خلينا نسمع الراجل. وانت يا معلم لو حطيت العواطف على جنب وشغلت مخك معايا هنبلع السوق كله باللي فيه. افندينا خلاص هياخد الاستماره الصح، لانه حط رجله في عيش الضبابيه
وقطع عيش معلمين كبار كانوا عايشين على البودرة، ومعلمين تانيين كانوا عايشين على الحباية. صدق عليهم كل البيبان يا معلم أبو سنة، عمل خلطة براني وختمها باسمه، وبقت الحنفية في إيده، يفتح وقت ما يفتح ويقفل وقت ما يعوز يقفل. ده غير بقى المشوار اللي وصلناه له بتاع الست شهور، والمفك اللي اتضرب في الصميم بينه وبين الباشا. اسكت، مش انا اتكعبلت في مفك تاني كده بالصدفه وانا داخله عندهم؟ مفك تاني ايه ولا مؤاخذه ست شهور؟ قفشت افندينا مع انتي مستخبي جنب الفيلا ومش عايز حد يشوفه، وهي عامله لي مستوره مغطيه وشها بطرحه سودا، بس انا قفشت الفيلا. يعني عرفت هي مين؟